انشوفيات تجلين هي من بين مشاكل تجميليه اللي تزعج الكثير من الاشخاص، وهذا تيكون ناتج عليها تشققات، وكذلك البشره تصبح سميكه. واللي غادي تكلمنا في هذا الموضوع بدقه هي السيده ناديه ديدان، وهي اخصائيه في علاج القدم. مرحبا بك ناديه. شكرا الله يبارك فيك. اذا شنو هي العلامات ديال البشره اللي تتكون سميكه؟ العلامات ديال البشره السميكه هي ملي تيكون عندنا الجلد تنحسوا به تيتكمش، تيفقد ليلاستيسيتي ديالو، وهاد العلامات سورتو كتجلى في الليل، تنحسوا بها في الليل. كنحسوا بالجلد ديالنا تيحمر، سخونيه، يقدر يحكنا، وعاده كيكون كيتقشر الجلده ديال الرجلنا كتكون كتقشر. يعني هنا هذه علامه من العلامات، علامه الرجل راه هي ديك ربما ملتهبه، ولا راه هي ديك ناشفه بزاف. لكن حنا بغينا نعرفوا الاشخاص اللي هما تتكون عندهم هذه الحاله ولا مصابين بهذا النوع هذا من التجفاف الرجل، اللي تيصيفطوا لكم الاطباء، واش تتكون شي عنايه من الطرف ديالكم؟ كيفاش تتكون العنايات؟ صدق على الحاله اللي جا بها هذا المريض. اذا كان غير الجلد ناشف، فين كنا نديروا له ننصحوه بدكخان بزيوت باش يدهن البشره ديالو. اذا كانت حالات مرضيه جلديه كتكون في واحد المنطقة معينة في الجلد الرجل، مثلا بحال الكزيما ولا بسورياديس اللي هو الصدفية، هذيك كنعطيوه علاجات لديك المرض، عاد كنعطيوه باش يضغطي لابو ديالو ديال رجليه. دونك سا ديبون على المرض اللي جا به المرض. يعني على التشخيص اللي شخص الطبيب. فانتم تعتمدوا على ربما الأدوية اللي عطى الطبيب، ولا عطى عندكم أدوية أخرى اللي تزيدوها؟ إلا جا عندنا ديجا عنده الأدوية ديالو المرض بالأدوية ديالو، دونك كيعتمد على الادويه ديال الطبيب، وحنا كنقوموا بديك العمليه اننا كنقشروا له، كنحيدوا له ديك لابومورت، كنحيدوا له ديك التشققات، كنحيدوهم له باش ديك الدواء كيدير المفعول ديالو. حيت الا ما حيدنالوش ديك التشققات وديك الشيء، واخا حتى يدهن هو لي كريم، واخا يدير اللي دار، يعني ما كتستافدش البشره من ديك لي كريم ومن ديك الادويه اللي عطاو له الطبيب ديالو. اذا شنو هي انواع العلاجات اللي تعطيوها لهذا الشخص؟ انواع العلاجات قلت لك على حسب دائما على حسب المرض ديال المريض. كاين مثلا في مرضى السكري، القدم السكري، هذاك العلاج كيكونوا علاجات خاصه ديالو، لان مرض السكري ما كتجمعش، اللي كانت عنده تشققات لا ما تتجمعش فاسيلمون، دونك زعما دير له تعفنات، يمكن تطور الى بزاف الحوايج اللي هما صعاب خطيرين. في هذه الحاله كيخصو ضروري الطبيب ديالي يكون عطى له ديجا واحد لونتيبيوثيرابي متبعها، عاد حنا كنزيدوه لاكخيم، كنزيدوه، يخصو يجي عندنا دائما بصفات متكرره باش نحيدوا له كل مره ديك اللحم الميت اللي تيطلع، ديك الجلده الميته اللي تطلع، وعاد يدير الدواء. دونك سا ديبون على لو كا ديال، يعني هي كل حاله تبقى دائما حاله خاصه. حاله خاصه. والعلاج ديالها تكون على حسب السبب وعلى حسب المشكل. ممكن تكون يكون عنده تشققات نتيجه على مثلا غير تعرض للشمس بزاف، زوج ما تيشربش الماء، في هذه الحاله كاين غير داك خام ونصحوه يشرب الماء، نصحوه ينشف رجليه، او الا كان حاله مرضيه دونك خاصو ان تريتمون. واش كاين هناك طرق علاجيه اللي ممكن ان الشخص هو يتبعها في البيت ديالو؟ طبعا دونك هذه من هاد البرنامج بعدا تناشد الناس، سورتو السيدات، ماشي حنا الصباح كما كيفوق السيدات خصهم ضروري كريم دو فيزاج، كريم ليكرون، هذا تنساو رجلينا، رجلين دائما منسيين. دونك كنستغل هاد الفرصه، راهي رجلينا بحال يدينا بحال وجهنا، كاين داك كريم زعما خاص يكون ان جيست كوتيديان، اللي كيما نوضو نغسلو رجلينا ولا نتوضا ولا نشفو رجلينا ندهنو الكريم، حتى رجلينا عندهم واحد الدور مهم، ما كانوش رجلينا ما غاديش نوقفو، ما غاديش نمشيو للعمل ديالنا، ما غاديش نتحركو. دونك واحد الاهتمام خاص يكون بالرجل بحال اليد، بحال اليد بحال الوجه بحال اي عضو من اعضاء الجسم. دونك الانسان يمكن يشري كريمات غنيه بالزيوت او لا بالبور دو كيراتين، يستعملها في الدار، ينشف رجليه، يشرب الماء بزاف، ما يتعطلش في الدوش، الا كنا كناخذوا دابا برولونجي الشو ما يتعطلش، حيت الماء كيساعد على كيأثر على ينشف رجليه، الجلده ديال الرجل وجلده الجسم ككل بصفه عامه. دونك ما نطولوش في الدوش، نشربوا الماء بزاف، نستعملوا لك خام، نعتنيوا برجلينا بحال اي عضو من اعضاء. يعني واش جوج المرات في اليوم هي كافيه اننا ندهنوا وجهنا، ولا فقط في الليل ملي نبغوا نعسوا؟ إذا درنا جوج مرات في اليوم راه سي تخي تخي بيان، إلا درنا غير مره، إلا درنا اون فوا باغ جور سي
يعني على الاقل على الاقل. ومن الاحسن لو سواغ من قبل ما نعسوا ندهنوا رجلنا، لان تتصير في الدرجه ما غاديش نغسلوها، ما غاديش نلبسوا تقاشر اللي غادي يحيد لنا ديك لاكخيم، ما غاديش نلبسوا دي شوسيغ. من الاحسن بالليل قبل ما نعسوا نغسلوا رجلينا، نمسحوها نشفوهم مزيان. خاص دائما نشفو رجلنا بزاف بوغ ايفيتي ديك لي شامبينيون، لان الماء ملي تيبقى كيدير هادشي تينشف نيت الجلد، خاصنا نمسحوها مزيان ونديرو لها كخيم. فتنشكر كثير نادي على الحضور ديالك وعلى هاد النصائح اللي عطيتينا. مرحبا بك. مشاهدينا الاعزاء غادي تبقاو معنا الان، غنتقلوا لفقره